وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة سناء الخواجة، الرئيس العام للخدمات الطبية لمراكز التميز بالمستشفيات الحكومية. أهلا بك في نشرة الثالثة دكتورة. ما أهمية المشاركة في قمة الصحة العالمية، وما هي أبرز الأوراق التي تم مناقشتها خلال هذه القمة؟ أهلا وسهلا أخي الكريم. في البداية نحب نمسي على جمهورنا الكريم ونشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها المستشفيات الحكومية. بالنسبة حق مشاركة وفد من المستشفيات الحكومية في أعمال هذه القمة، فإنه كان في إطار الحرص الدائم على تطوير الجهود والمساعي في بحث أهم القضايا الصحية العالمية، وحرص مجلس أمناء المستشفيات الحكومية على ظهور مملكتنا الحبيبة بأعلى المستويات في جميع المحافل الدولية. تعد قمة الصحة العالمية من أهم التجمعات المعنية بالصحة على الصعيد العالمي، وفي إطار تعاونها مع منظمة الصحة العالمية يكون دائما التركيز على الالتزام بالمصالح العالمية بشكل شامل، ودائما تحرص على تحقيق العدالة في المجال الصحي، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات وقرارات متعددة الأطراف. بالنسبة حق أهم المواضيع اللي تم الحرص على مناقشتها في قمة برلين، كان أهمها هو ابتكار مناهج للاستثمار في مجال الصحة والتحول الرقمي في الخدمات الصحية. بالإضافة إلى ذلك كان هناك حرص شديد على القضاء على الأوبئة والتصدي للمخاطر بشكل شامل. كذلك تمت مناقشة التحديات اللي يواجهها العالم بصورة شاملة، والحرص على أن توصل الخدمات الصحية إلى جميع الدول بطريقة شاملة، وذلك عن طريق الحرص على وصول أنظمة تكون مرنة ولكن في نفس الوقت تكون قوية ولها القدرة على التصدي لجميع أنواع الأوبئة اللي يواجهها العالم في الوقت الحاضر. نعم دكتورة سناء الخواجة، الرئيس العام للخدمات الطبية لمراكز التميز بالمستشفيات الحكومية، شكرا جزيلا لك.